استراتيجياتي خواتاتي اليوم نديرو كيكة اقتصادية هكذا هذه اليوم كيكة مليحة تاع عائلة نفرحوا بها يمانا في الدار هكذا شوفوا واش فيها فيها خمس حبات بيض في كاس حكي الناس وفيها نص كاس زيت وفيها كاس حليب وفيها لافاني كما قلنا هي تمشوها بالميزان هذا اقتصادية وفارينة تاع الميزان بصح نغربلوها ونشوفو شحال تدخل لنا في الخريطة تاعنا تاع الوزن ونص كاس سكر وشوية كاكاو ثاني بالميزان وعندنا هذه مراكينة مخبيينها في الكونجيلاتور بعدين نوريكم اسيسك ان شاء الله تاعها فيها القارص والقشور البرتقال في الكونجيلاتور هاي من عندي تاعي تخبيها وزيدها شوية سكر معاها طيبيها وتخبيها وقت ما تحبي ديري الحلوى ولا تجبديها نبداو على بركة الله شوفوا نبداو ها رمي ولا البيض تاعنا هاكمحولي باطيو لافاني ها نديرو شوية تاع لافاني لافاني هذه هي قلت لكم بالميزان فيها خير فيها ريحة مليحة حق 5000 تعطيكم كونتيتي شوف شوفوا هذيك معمرة نزيدو قشور البرتقال مع القارص ونخلطو مليح ونشوفوا الوسمو كيف تكون لا تكفينا ولا لا نروح نشوف معاها دو لوبيو نزيدو لها بول زاوت هاكو تشوفو ها رانا دو بول تاع فارينة من هذا قسمناها هكا على زوج دو بون واحد نخليوه باني والزاوج نزيدولو شوية كاكاو ونخلطو وناخذو شوفو عندنا هذا الطاجين كبير يا كيكة رخامية عائلية اقتصادية نبداو بالكاكاو تاع لي درنالو كاكاو هكذا كيما راكم تشوفو بنياتي خواتاتي قاعدين في الدار هكذا نمشيوها هك شوفو هكذا اللي تمشينا في الطاجين وبعد نزيدو فوقو تاع لافاني راكم تشوفو ها شوفو ونديرو غير بالمغيفة هكا بس غير بالمغيفة هكذا نمشيوها غير بالمغيفة شوف غير هكذا ما تخبزناش هابا ومن بعد نديروها في الفوق ومن بعد نلتقي شوفوا خياتي شوفوا كيفاه جات الكيكه تاعنا الرخاميه دوكا ناخذوا المعجون ناخذوا شويه معجون راكم تشوفوا هكذا ونمشيو المعجون تاعنا وهي سخونه نزيدو فوقها نشطحوا شويه كاكاو انت واش عندك فيرميسيل تاع شيكولا اللي عندك في الدار شوفوا خواتاتي كيف جات شوفوا خفيفه ها هي نصباني شوكولا شوف شوف ما شاء الله شوف ويعطيكم الصحه ودعموني في قناتي كما قلت لكم انا جديده ودعموني